السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مقرر العمل التطوعي. محاضرة اليوم أو درس اليوم أنا أعتقد أن هي يعني لب هذا المقرر، وهو حقيقة الدافع الذي جعلني أقوم بعمل هذا المقرر. أتمنى حقيقة التركيز والانتباه، وسأحاول إن شاء الله أجزئ المعلومات القادمة حتى يتم الاستفادة منها بشكل أكبر. التطوع كقيمة، التطوع الآن هي حاجة من الاحتياجات زي ما ذكرنا سابقا. إذا كان الإنسان يحتاج الأكل والشرب والهدوء والراحة، كذلك يحتاج إلى الجانب الروحي المتمثل في التطوع. الدين الإسلامي هو منظومة متكاملة من التعاليم التي لم تكن لتكتفي بجانب على حساب الجانب الآخر، مهم جدا. حتى حينما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ يعني كفار قريش يجادلونه في موضوع انه انت جاينا بالامانه والصدق، وايضا يعني تعلمنا الى ذهاب الخلاء والاشياء اللي موجوده، فكانوا مستغربين ان هذا الدين العظيم يجمع الجانبين، الجانب المادي البحت والجانب الروحي. لذلك كان التطوع جزء من هذه المنظومه. يقول علي بيجوفيتش، وهو احد المفكرين الإسلاميين وكان رئيسا للبوسنة والهرسك، يقول: الإسلام يؤمن بأن الحياة يجب تنظيمها ليس بالإيمان فحسب، ولكن أيضا بالعلم والعمل الذي تتسع رؤيته للعالم بحيث يستوعب، بل يدعو إلى قيام المسجد والمصنع جنبا إلى جنب، ويرى أن الشعوب لا يكفي إطعامها وتعليمها فقط، وإنما يجب أيضا تيسير حياتها والمساعدة على سموها الروحي. حقيقة أعجبتني هذه أن تكون مدخل لقيمة التطوع. الشيخ عبد الرحمن السميط رحمه الله عرف في الأمة بميزة وقيمة العمل التطوعي. ما الذي أوصل الدكتور عبد الرحمن السميط، مع أنه طبيب باطنية متخصص ودرس جزء من حياته في بغداد وفي بريطانيا، ثم عاد للعمل في الكويت واستقر به المقام في أفريقيا، لماذا عرف الدكتور عبد الرحمن السميط بقيمة التطوع؟ ما السبب الذي جعل الناس حينما يذكر العمل التطوعي يذكر مثالا بارزا عليه الدكتور عبد الرحمن السميط؟ بداية، مراحل اكتساب التطوع كقيمة. القيم هي المعتقدات التي يحملها الفرد نحو الأشياء والمعاني وأوجه النشاط المختلفة، وهي تعمل على توجيه رغباته واتجاهاته نحوها، وتحدد له السلوك المقبول والمرفوض والصواب والخطأ، وتتصف بالثبات النسبي. قبل ما أبدأ، في نقطة مهمة جدا، وهو الفارق بين الجانب العلمي والجانب الإنساني. الجانب العلمي صحيح أنه صعب من الوهلة الأولى اللي تسمع فيها جانب علمي، فيزياء، كيمياء، رياضيات، لكنه في الجانب التطبيقي الذي يسحب هذه العلوم العلمية هو بسيط جدا. كمية من المركب زد زائدا كمية من المركب A راح يعطينا المركب S. هذا الفلسفة. أما في الجانب العلوم النظرية الإنسانية، فلا تستطيع أن تقول والله أن فلان تعامل مع فلان بهذه الطريقة، إذا كل فلان يتصف بهذه الصفة سيكون عمله مثل هذه. لا تستطيع إطلاقا تعميم هذه الصفة، لأن الإنسان والطبيعة الإنسانية تتميز وتتغير بالبيئة والعوامل الأخرى والثقافة والأشياء التي يعيش فيها. لذلك كانت هنا صعوبة العلوم الإنسانية، لا يستطيع التطبيق والتعميم عليها. وكذلك أخذنا القيمة التي تكلمنا عنها سابقا. اللي أريد أن أوصله أن هنالك نظريات في العلوم الاجتماعية، طيب، وهنالك جانب فلسفي كبير جدا، كيف ينتقل التعلم وكيف يتم التأثر وتعلم نظرية الأقران والأشياء الموجودة وكيف يحدث التعلم. القيمة موجودة في هذه المنطقة ما بين العلوم الاجتماعية والفلسفة. نتوقف إلى هنا إن شاء الله، ونكمل المحاضرة الأسبوع القادم.